بالنسبة للتحديات هي طبعا كومبليكيت معقدة جدا. نعم. لأنها فيها تحدي سياسي وتحدي اقتصادي وتحدي أمني، وده الأخطر اللي هو ده خارج المنظومة. التحدي الأمني طبعا فيها سيولة أمنية، وفي فالأمن هو أساس الاستقرار، الأمن أساس الاستمرار والأساس الاستثمار. أنا من غير أمن لو ما نمت، يعني كما في الحديث حازت له دنيا بحذافيرها. الإنسان لو آمن فالأمن أهم شيء. من غير أمن أنت ما تقدر تزرع، ما تقدر تبني، ما تقدر تعمر. ما فدي بالنسبة للتحدي الخطير. صحيح. التحدي الاقتصادي، الاختناقات الحاصلة و الضائقة المعيشية هذه تخلي المواطن أو الشارع ما يكون مستقر وغير مطمئن. صحيح. والتحدي السياسي طبعا خلقته أشياء كثيرة جدا، منها سلام جوبا. يعني صحيح السلام كان مهم، لكن صار جزء منه مفروض على جهات أخرى زي شرق السودان، عمل المشاكل دي لأنه ما موافقين على السلام. وفي جزء برضو من السودان في وسط أو في شمال برضو عاملين عدم توافق. صحيح. هذا على الصعيد المواطن. وعلى الصعيد الأعلى في عدم توافق بين الفرقاء. نعم. حتى الحاضنة السياسية في عدم توافق. نعم. أنت لو سمعت كلام إبراهيم الشيخ، هم نفسهم ما قادرين يلموا شعثهم. نعم. والبلد ما بتحتمل.